والله انا كان كل امانه وربنا يخليك. هذا ده فهمه. أستاذ باشا كابتن بره بيه بعدين سجلها بعد اذنك على جنب. ما انا بقول لك بعد اذنك على جنب. ما انت قدرني زي ما انا بقدرك وبس اذنك. حاجه جايه فنان يعني كلمنا كده يعني عن طبيعه العلاقه اللي كانت بتجمعك بالواحد اشرف عبد الغفور واخر واخر يعني حديث ودم. اه لا اما انا شك يا جماعه بعد اذنكم متابعينا في كل مكان متابعي موقع بصراحة. أهلا بكم في رسم بشير جديد معكم أنا محمد صالح محامي صحفي مستمعين معكم هنا في اللحظات الأخيرة يعني خلاص اللحظات الأخيرة أو انتهاء عزاء الفنان الراحل أشرف عبد الغفور. لحظة مغادرة على الكبير من نجوم الفن زي ما ظهر أمام حضراتكم هي مغادرة الفنان يحيى الفخراني اللي أتى اليوم رغم دواعي المرض الذي يواجه العزاء الفنان نبيل الحكاوي.
يعني كنا اليوم رصدنا حضراتكم تواجد نجوم الفن وجي اداء واجب العزاء، يعني ايضا مغادرة الفنان كريم طعم. Thank you.